قادم يرفضون إضرابا عاما عن العمل. شنية الأسباب وشنية التفاصيل نحكيه في الموضوع تتشويتا. لشيفخ ضيفنا كاتب عام الجامعة العامة للصناعات الغذائية والتجارة والسياحة والصناعات التقليدية صابر التبيني. سي صابر مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا أخي، شنو أحوالك؟ شكرا. أعوان المساحات التجارية في إضراب عن العمل يوم السبت القادم، هل كل المساحات ولا المترسمين ولا شنية الوضعية مع تشنية الكاتيجوري بالضبط، وعلاش شنية الأسباب اللي خلتهم اليوم تنفذوا إضراب عام عن العمل؟ له هو بعد الاتفاق مع الغرفة الوطنية للمساحات التجارية حول إحداث اتفاقية مشتركة تنظم هذا القطاع، وتمت التفاوض في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. دامت هذه المفاوضات قرابة 6 أشهر، أصدرت اتفاقية مشتركة تنظم هذا القطاع. قانونيا إذا أردنا أن يصبح قانون يجب تنظم من جميع الأطراف وتوجه لوزارة الشؤون الاجتماعية للتطبيق. أمضت الجامعة وأمضى الأخ من العام عن اتحادها من 50 شهر، وأمضت الغرفة بطبيعتها لأنهم هم صحوا معنا، لكني ما رأنا إلا رفض من طرف رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. رفض الإمضاء بعد الاتفاق. بعد الاتفاق رفض الإمضاء. هو هنا يقول وعليش رفض، لأنه في داخل الغرفة هناك صراع بين من قبل هذا الاتفاق ومن لم يقبل هذا الاتفاق، وتكونت غرفة أخرى ثانوية في اتحاد الصناعة والتجارة سميت الغرفة الوطنية للمساحات الصغرى، اللي هي جينيرالمون كيف الصغرى والمتوسطة والكبرى عندهم نفس الواحد يطبق على وزارة التجارة، نفس الإجراءات، كل أي منشور يأخذ وزارة التجارة يطبق على كافة المساحات التجارية. وبالتالي رأينا أن هذا الرفض ماذا يتطلب، لأن الاتفاقية فيها امتيازات للعوام، نحن نستنوا وعندنا فور رجعي من جام في 2024. وبالتالي نحن اضطررنا الإضراب. عملنا جلسة صروحية اليوم، وأجلت الجلسة نهار الخميس، إن شاء الله نهار الخميس نلقوا بوادر التجاوب من طرف اتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. في خلاف ذلك سنجد أنفسنا في إضراب لكافة المساحات التجارية تتباع نهار كامل من الصباح لليل، لأن المغازات التجارية مسكرة. مغلقة تماما معناتها. مغلقة تماما. يعني كل الأعوان بمختلف الأصناف متاعهم العاملين في المساحات التجارية الكبرى نهار السبت في إضراب. لأن تهم جميع الأصناف، لأن نحن ما نفرقوش ما بين مترسم وواعدي، تهم جميع الأعوان، وبالتالي عدنا نقاباتنا في المساحات اللي هم صبروا لكن نفذ صبرهم، وبالتالي اليوم يطالبوا بحقوقهم. من حقوقهم كاملة، معناتها مازلت فما قلوا احنا مهلة من هوني حتى نهار الخميس، إذا كان ما تمش الإمضاء من هنا لنهار الخميس الإضراب مش يكون قائم، هكا ولا لا؟ نحن الإضراب ليس غاية بل هو وسيلة للتفاعل جميع الأطراف والمساعدة لإمضاء على هذه الاتفاقية لتمس كافة أعواننا، لأن مش شوي يخدموا في المساحات التجارية. قديش العدد؟ قرابة 20,000 عامل في المساحة التجارية، بما فيها من الصغار كل مرة واحد يحل لنا، واحد ياخذ شوية فلوس يحل جروند سيرفاس، وشنو هو في المساحة التجارية؟ هي عندها قديش مخدات وعندها قديش المساحة نتاعها، وكل ياخذ واحد يهز وحده ويهز الشريو ويمشي يبيع في يخلص على الكاس، هذيك تسمى مساحة تجارية. خاطر هي تو تطبق عليهم نتاع تجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل، يعني نطبقوا على كارفور ولا نطبقوا على جيون كيما نطبقوا على حوالي في عطار يبيع في الواحد. ما تستخيمش. على علم ان اصحاب المهنه هم الغرفه فاهمه واتفقت معنا، تبقينا تو الاشكاليه عند الاتحاد الصناعه والتجاره والصناعه التقليديه. واضح. وإذا كان معناتها بعد الإضراب ما صارش إمكانية التصعيد واردة؟ لا يا أخي، نحن عملنا مش نعمل إضراب ومن بعد مش نبقوا نتفرجوا. احنا معاملين غدوة الخال
الاعوان هابطين لوزاره الشؤون الاجتماعيه على اساس وزاره الشؤون الاجتماعيه الراعيه ومراسيل الحوار انها تتدخل تشوف المخرج في الوضعيه هذايا. على كل حال نتمنى انه يتم الامضاء هذايا في الاخر لمصلحه الخدامه ومصلحه الحركه التجاريه الكل في البلاد. واضح واضح. شكرا لفضلك. شكرا لك استاذ صابر التبعيني كاتب عام الجامعه العامه للصناعات الغذائيه والتجاره والسياحه والصناعات التقليديه اعوان المساحات التجاريه الكبرى في اضراب عام السبت المقبل عن